نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الأمة وكشف الله به الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الباري سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عمل عظيم ومقام شريف، لذلك شرف الله سبحانه وتعالى أنبياءه بهذا العمل. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في القرآن ماذا قال؟ قال: قل هذه سبيلي. طيب، ما هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سبيله الجهاد؟ هل سبيله الصلاة؟ هل سبيله الصيام؟ هل سبيله الصدقة؟ لا، بل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنعم، فالله سبحانه وتعالى أثنى على عبده وهو صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه أفرغ حياته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا قال؟ قال: إنه كان يدعو الله سبحانه، إنه كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فقط ذلك، بل كل الأنبياء الذين جاءوا من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فقط كان جاءوا ليدعون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، كانوا ينشغلون بمناصب كثيرة، ولكن كانوا يقدمون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على سائر الأعمال الأخرى. وليس فقط ذلك، بل مدح الله سبحانه وتعالى الذي يعمل في هذا المجال وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأفضل وظيفة وأشرف وظيفة وأعلى مرتبة الوظيفة ليست دكتور أو بروفيسور في الجامعة أو طبيب في المستشفى أو مهندس أو كذا. نعم، إنها مراتب مشرفة وأعمال مشرفة، ولكن الذي يأتي في الرقم الأول وعلى مرتبة الأعلى والمرتبة العالية هي ماذا؟ هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذا قال الله سبحانه وتعالى: الذي يدعو هو أفضل شخص على هذا الأرض، الذي يدعو الله سبحانه وتعالى. وليس فقط ذلك، بل حتى الأنبياء فعلوا كذا. نعم، وعلى سبيل المثال، نوح عليه السلام ماذا قال؟ يشكو لربه فيقول: ربي إني، ماذا قال؟ ربي إني صليت ليلا ونهارا، ربي إني بنيت المساجد ليلا ونهارا، ربي إني صمت النهار وصليت بالليل، بل قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. سبحان الله، يقول لربه: إني ما فعلت شيء إلا أن أدعو قومي ليلا ونهارا. لماذا لم يصلي طول اليوم وطول الليل؟ لماذا لم يتصدق؟ لماذا لم يقرأ كتابه؟ لأنه علم أنه أفضل من ذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي أعلى مراتب وأشرف المراتب، وتأتي ثم بعد ذلك الأعمال الصالحة. ليس فقط ذلك يا إخوة الكرام، بل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قرأتم السيرة، ونحن نعرف من كثير القصص السيرة النبوية أنه كان يدعو أصحابه وجيرانه وأخوته وأقاربه، وكان يدعي كل من لقاه. ليس فقط ذلك، إنه كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم كي يدخلوا إلى الجنة، وبالمقابل ماذا كان يحصل؟
يحصل الأذى، يتلقى الأذى، يتلقى الشقاوة وما شابه إلى ذلك. سبحان الله، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف، والطائف والآن تبعد تقريبا من المكة إلى 90 كيلومتر. يذهب مشيا إلى الطائف ليدعو كبار قومهم، ليدعو أسيادهم. فماذا فعلوه وماذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد ماذا؟ طردوه. ماذا وجد؟ وجد أن بصقوا في وجهه. ماذا وجدوا؟ وجدوه أن دفعوه. ماذا وجد؟ وجد كل الأذية. إلى وصل الأمر إلى أن الأكابرة أو الأساتذة قومهم قالوا لأطفالهم خذوه ارموه بالحجارة، فرموه. تخيل، رموه بالحجارة والدم يسيل من جسمه الطاهر صلى الله عليه وسلم، وصل الدم إلى كعبه فلصقت نعاله بقدميه صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك أنت يا داعية، تخيل كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لكي نموت عليه، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو كل من نعرف. فأنت يا عبد الله وأنا يا عبد الله، ماذا فعلنا؟ هل دعوت الله سبحانه وتعالى وتلقيت أن هذا يبصق في وجهك وهذا يطردك؟ تخيل أنت الآن تدعو وتجد هذه الأذية، تخيل أنت تدعو وتجد هذا يضربك، وهذا يأتيك بالعصا، وهذا يبصق في وجهك، وهذا يعطيك كف على وجهك. ماذا تفعل؟ وماذا أنت فاعل بعد ذلك؟ اترك هذا. الآن الدعاة الله المستعان إذا يذهب يدعو ووجد واحد غليظ أو شديد بالكلام، أو مثلا يريد محاولة الإيذاء ولا يحاول إيذاءه، فقط يريد محاولة الإيذاء، تجده يترك الدعوة. سبحان الله، فقط مجرد كلمة جعلتك تترك الدعوة، مجرد فقط انتقاد من أهلك ولا من أخوك ولا من أبيك ولا من أي كان من أهلك ولا أقاربك ولا أصدقائك، خلاص ما نبي دعوة. وجدت فلان يقول والله تبي تصير يعني داعية، بتخلي الناس كلها تدخل الإسلام، منو أنت؟ يحبطك ثم تترك هذا الأمر. ليس هذا الأمر يا أخوة الكرام، ليس هذا الأمر. اعلم إن مع عظيم المسؤولية الأجر عظيم، اعلم إن مع عظيم المسؤولية البلاء عظيم، اعلم إن مع عظيم المسؤولية الانتقاد شديد. فأنت كداعية إلى الله سبحانه وتعالى تتحمل هذا كله ولا بأس. طيب ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ أنت الآن تدعو وتجد ما تجد، ماذا تفعل؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب عن هؤلاء قوم طائف، عندما رجموه وألقوه بالحجارة وآذوه وبصقوا في وجهه صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ ذهب وهو يعني حزين والدم يسيل من جسمه. ذهب، ماذا حصل؟ جاءه ملك من ملائكة وألقى السلام عليه وقال له: يا رسول الله، إذا أردت أن أطبق الأخشبين عليهم لفعلت، إذا تريدني أن أطبق هذين الجبلين على هؤلاء لفعلت. الملك ينتظر إشارة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم، الملك ينتظر كلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم، الملك ينتظر فقط أن يقول له نبي افعل أو نعم، وهؤلاء يمحون من الوجود. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة والله تكتب بماء الذهب، نتعلمها ونعلم أطفالنا ونعلم الجيل كلها. قال: لا، لا تفعل، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. سبحان الله، انظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الداعية الحقيقي، هذا هو الداعية، ليس الذي فقط يجد فقط كلمة كلمتين انتقاد في تويتر ولا مش عارفه وترك الدعوة، لا أبدا. أنت داعية، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم ماذا نتعلم؟ من رحمته نتعلم أنا وأنت كداعية أمر مهم جدا. أولا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطبق عليهم الجبلين، هذا درس لي ولك يا عبد الله، بأن أنت في الدعوة عندما تدعي الآخرين وتجد الأذى وتجد من يؤذيك وتجد من يجرحك ويسبك ويقذفك ويلعنك، ماذا تفعل؟ ما تفعل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أقوى سلاح، ولا سلاح النووي، كان عنده أقوى سلاح وهو هذا الملك، فقط يقول له افعل ويمحي هؤلاء من الوجود. مع المقدرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لا تفعل. وهو درس لنا كدعاة، إذا وجدت المصيبة أو المشاكل أو المتاعب في الدعوة فاترك عنهم، وحتى أنت قادر أن ترد عليهم لا ترد عليهم. هذه هي صفات الدعاة، لا ترد عليهم وأنت باستطاع، مو أنك ما تستطيع وما تقدر، لا، أنت مستطاع ولكن لا ترد عليهم. هذه هي الرحمة، رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا،
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر إلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النظر، سبحان الله. انظر إلى الرحمة، إلى ماذا يفكر، يفكر بالأجيال القادمة والأجيال التي بعدها. فقال لا تفعل، أرجو أن تخرج من أصلابهم أناس يعبدون الله. فأنت كيا داعية وأنا كداعية، هذا درس لي ولك. إذا أنت الآن تدعو الآخرين وتدعو فلان وعلان وتدعو 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 ووجدت من يعرض كلامك ولا يسمع ولا يفعل ولا يفعل، فماذا أنت فاعل؟ لا تذهب ولا تيأس ولا تقول خلاص أنا مليت، أنا سويت وأنا اللي علي. أبدا لا تيأس، انظر إلى بعد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت كذلك وأنا كذلك يا عبد الله، ما نقول خلاص انتهى أمر هذا، منهي منا، هذا ما يسلم، لا أبدا. بل تقول له أرجو من الله أن يهديك، وتطلب من الله، أرجو من الله أن تكون مسلما يوما من الأيام، أرجو من الله أن تكون أنت وأولادك وأطفالك كلهم مسلمين، ترجو من الله تكون إيجابيا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أختم بأمرين مهمين جدا كداعية. الأمرين المهمين هما أنك أنت كداعية لابد أن يكون عندك صبر وطول البال. أنت كداعية لابد يكون عندك صبر وطول البال. هاتين الأمرين. الأمر الأول الآن أريد أن أتكلم فيه وأختم جزء هذا الخطبة. الأمر الأول الآن، إذا أنت تذهب وتدعو الآخرين إلى الإسلام، إذا أقبل هذا الرجل وسمع كلامك والله سبحانه وتعالى هداه بسببك، فيا للفرحة، فيا للفرحة، لأنه اهتدى بسببك. فصلاته وصيامه وقرآنه ودعاؤه وأطفاله وأولاده إلى قيام الساعة في ميزان حسناتك، الله أكبر. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. سبحان الله، خير لك من الدنيا وما فيها، اشتبي أكثر من كذي؟ تدعو ثم يهتدي هذا الرجل سواء كان مسلم ولا غير مسلم، يأتي إلى صراط المستقيم، تأخذ أجره وأجر من عمل به، سبحان الله. فأنت رابح بهذه الحالة. الحالة الثانية، الحالة الثانية أنك تذهب وتدعو وتتعب وتفعل وتفعل، ثم تجد من يعرض عنك، ثم تجد الإيذاء، ثم تجد وتجد المصاعب، ماذا تفعل؟ لا تفعل شيء، اصبر، اصبر واحسن الظن بالله. هناك ثلاثة أمور يا أخوة الكرام الإسلام لم يخبر أجرهم. الأجر ثلاثة أشياء ليست موجودة لا في القرآن ولا في الحديث، الله سبحانه وتعالى لم يخبر عنها في القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنها في سنته. الأمر الأول الصوم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي، الصوم لي وأنا أجزي به. فكم حسنات، كم هو الصوم، كم هو الأجر، ما ندري. الله سبحانه وتعالى يؤجرك وهو الكريم وعنده خزائن من رحمته فيعطيك. الأمر الثاني العفو عن الناس عند المقدرة، العافين عن الناس. واحد غلط في حقك، واحد قال لك شيء، واحد سوى لك شيء مو زين، اغفر له، ارحمه، سامحه، اعفو عنه. صح أنه شديد على النفس، ولكن إذا فعلت هذا فلك أجر من الله سبحانه وتعالى بغير حساب. والأمر الثالث وهو مهم لي ولكم كدعاة، وهو الصبر في هذه الحالة. الصبر أولا، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الصابرين، ويقول الله سبحانه وتعالى إنه يعطي أجر الصابرين بغير حساب. فتخيل عندما تدعي وتجد المصاعب والمتاعب من الآخرين، فماذا تفعل؟ اصبر، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. فصبر جميل. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.